أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن سار على دربه بإحسان ليوم الدين. في البداية السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ الحمد لله. كيف أصبحت اليوم؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله تمام. دوم يا رب. بس عشان باخذ الحضور. المحاضرات الماضية خلصنا مع بعض أنظمة المعلومات في وظائف المشروع. خدنا مع بعض نظم المعلومات الإنتاجية، وخدنا نظم معلومات المواد البشرية، وخدنا نظم معلومات الشراء والتخزين، وخدنا نظم معلومات التسويق. ظل علينا وظيفة واحدة من الوظائف اللي بتدخل فيها اللي هي نظم المعلومات، اللي هي إيش؟ اللي هي نظم معلومات التمويل والمحاسبة، فاينس أو فاند، هي فاند فاند أند أكاونتين، اللي هي التمويل والمحاسبة. أوكي، في الآن سؤال بيطرح نفسه علينا: ما المقصود بالإدارة المالية؟ ما المقصود بالإدارة المالية؟ مين بعرف؟ شو معنى إدارة مالية؟ خدتوها يا جماعة، خدتوا الفصل هذا. هي الإدارة التي تدرس الجوانب المالية. أنتي ارفع إيدك عشان أعرف مين بيجاوب. هنادي؟ هنادي. هي الإدارة التي تدرس الجوانب المالية، يعني كل ما يتعلق بالأموال. ممتاز. إيش الجوانب المالية بتطلع؟ يعني قسم المالية. أوكي، لحظة بس يا أنتي عشان ماشي. أوكي، شوف مع بعض. طبعا أنا أخذت الحضور عشان هيك. نيجي هنا، وين؟ هنا. نظم المعلومات المالية والمحاسبية، هي الفند والأكاونتينج. عندنا سؤال: ما هي الإدارة المالية؟ Financial Administration. زي ما حكت الطالبة سجل، بارك الله فيها. طبعا واضح انتوا يا اما مش ماخدين ماليه، يا اما ماخدين ومالكوش دعوه، بس المفروض تكونوا اخذتوها الفصل هذا، لانه الطالبه عرفت بشكل عام، اجتهدت يعني، بارك الله فيها. جمع بعض بين الماليه هي. اجاوب انا يا ميس. تفضل يا ميس، وانا ملاقي حدا. تفضلي. طب ماشي. هي فرع او قسم داخل المنشاه بيهتم بالأساليب الإدارية للتمويل، وهي بتركز على التحليل المالي وكيف أنا بتخذ القرارات، كيفية اتخاذ القرارات المالية. فالإدارة المالية بتهتم بتخصيص الأموال وكيف أستخدمها بكفاءة. ممتازة، شكرا. مين اللي جاوب؟ مش عارفة صح ولا خطأ. لا صح. سجل أيوبي. ممتاز، لغاية الآن تعرفين صح. يا هنادي، حابة تحكي حاجة؟ هي عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحصول على الأموال بالشكل الأمثل والاستثمار بكفاءة. ممتاز، شكرا يا أنت. ثلاثة إجابات صحيحة. هي أحد وظائف المشروع زي التسويق والإنتاج والأفراد. ماشي، تهتم بمصادر التمويل والاستخداماتها، اللي هي أخذتوها من أين لك هذا وأين ذهب هذا. يعني شوف، سجل أيوبي شاري جيب مثلاً ب70,000 دولار، نسألها. طبعاً سجل بتشتغل في بنك مثلاً، من وين يا سجل جبت الفلوس؟
والله مشاركة مثلا في ادخار ولا إشي، أو محوشاهم أو من تحت البلاطة. طب 70 ألف وين حوشات يوم جد؟ إذا من أين لك هذا؟ يعني من وين جايب الفلوس هذه؟ وين صرفتها؟ ماشي؟ قلنا من أين لك هذه المصادر؟ أين ذهبت الاستخدامات؟ أيضا تهتم هذه الوظيفة بالاستثمارات، بين قوسين اللي هي إيش الاستثمارات؟ اللي هي الأصول، استثمارات الشركة اللي هي إيش أصولها، اللي هي الأسد. واضح؟ تهتم بمصادر التمويل واستخداماتها، وتهتم بالاستثمارات بطريقة ماشي تصل بالمؤسسة لتحقيق أهدافها. هذا من هذه الإدارة المالية، هذه الإدارة المالية وهي عالم واسع من علوم الإدارة. إذا مريم عيسى تفضلي إذا كان عندك مايك، ما هي الإدارة المالية؟ مريم عيسى تفطري ولا حاجة؟ الحداد لما تفضلي. ماشي هي طبعا. أحد وظائف المشروع تهتم بمصادر التمويل واستخدامها، من أين لك هذا وأين تذهب؟ أيضا لا. تهتم هذه وأين الوظيفة تذهب؟ احنا بالاستثمارات. يا أنت يذهب وين ما بده، مش هو مش وأين تذهب، لا نرجع تاني. هيو وأين ذهب هذا؟ يعني هذا هو وأين ذهب هذا؟ مش من أين تذهب، هو حر، مالناش دعوة. أشوف الناس تفضلي كملي. وأين يذهب هذا؟ أيضا تهتم هذه الوظيفة بالاستثمارات بطريقة تصل للمؤسسة لتحقيق أهدافها. شكرا يا أنت. إذا مصادر تمويل استخداماتها والاستثمارات، توزيع الأرباح، كل هذا إيش ممكن نضيف؟ توزيع الأرباح كمان، هذا كله شغل الإدارة المالية، ما تطرقناش إله قبل هيك. طيب في المساق تعرف التاني، ما هي المحاسبة؟ أحكي مس؟ تفضل يا سجى. تمام. المحاسبة ممكن نعرفها، وهي عبارة عن مجموعة من الخطوات والطرق الفنية المتبعة في المنشأة أو في المؤسسة، عشان من خلالها أنا بعرف مدى تأثير هيكلية أموالها، وأيضا نستخدمها إحنا كمان عشان نرصد يعني الحركات المالية الخاصة بالمنشأة ونعرف قيمة الأرباح. ممتاز، شكرا. هي تجميع وتصنيف وتبويب وتسجيل وتخزين البيانات المالية ماشي التي تخص الشركة من مدفوعات ومقبوضات، وهي عملية فنية. إيش يعني فنية؟ يعني حسابية، يعني على أصيل أو ورقة وقلم. بناء على هذه البيانات يتم اتخاذ القرارات المالية. بس هي أخوات لما إحنا نعمل كل هذا بطل البيانات، عفوا، بصير إيش؟ معلومات. ممكن نسميها بيانات مالية. أوكي؟ إذن سجى نجوان، ما المقصود بالمحاسبة؟ نايمة ولا حاجة؟ يا سجى. سجى. المحاسبة هي تجميع وتصنيف وتبويب وتسجيل وتخزين البيانات المالية التي تخص الشركة من مدفوعات ومقبوضات، وهي عملية فنية بناء على هذه المعلومات يتم اتخاذ القرارات المالية. شكرا يا أنت، شكرا. إذا هيك احنا تعرفنا على عنوان الشابتر اللي معانا. الآن أنا أروح على سلايد 2. شوف ما بعد سلايد 2. هذه الصورة يا أخوات عن إيش بنت تعبر؟ بتعبر عن من أين لك هذا ولا أين ذهب هذا؟ طبعاً هذه قاعدة مالية، من أين لك هذا؟ وقاعد يأخذ من أين ولا إلى أين؟ من أين؟ ممتاز، من أين؟ ما يكون جمع نايمين، موضوع بسيط.
من أين لك؟ بدل ما قاعد بياخذوا فلوس اللي هو نسميه تدفق الداخل، إنه فلو كاش، من أين لك هذا؟ يعني أنت معك مصاري في المحفظة أو في الشنطة، من وين لك الفلوس هذه؟ ماشي زي هيك يعني. وبعد هيك هاي فلوس اللي حابة، أين ذهب؟ وين صرفتها؟ أو فيش استثمرت أو شو عملت فيها؟ الآن سؤال هيو أمامك على السلايد اللي هو السلايد 2، عرفي نظم معلومات المحاسبة والمالية، بس بدي أكتب السؤال وأرجع على السلايد الثاني. إذن السؤال هنا، عرفي نظم معلومات المالية والتسويق، مصمم التسويق والمحاسبية. طبعا تعرفوا وين في السلايد. طيب المحاسبية اللي هي الأكاونتينج و وينو مالية فاينانشال ونظم معلومات انفورميشن سيستم. خلي بالك من النظام تبعها، هي مش طالب تيجي تقول مين هذا سحر، لا مش سحر، أكاونتينج وأند فاينانشال انفورميشن سيستم. أوكي نرجع للسلايد نشوف مع الطالبة اللي هتقرأ لنا دعاء الشوى، تفضلي. يلا مس. نظام المعلومات المالية والمحاسبية هي نظم معلومات تنتج المعلومات المرتبطة بالأنشطة المحاسبية، فهي نظم تستخدم لتأمين إنتاج التقارير حول تدفق النقد في المنظمة على قاعدة تاريخية. إذا هو نظام معلومات بيعطينا معلومات إلها علاقة بالمحاسبة اللي تو شرحناها، بتستخدم لتأمين إنتاج التقارير المالية طبعا حول تدفق أموال المؤسسة في المنظمة. واضح؟ على قاعدة تاريخية بتكلم هنا عن إيش؟ عن السنوات السابقة، أو بتكون بتكلمش عن المستقبل. لا تعال نشرحها هنا. هناك نوعين من التقارير المالية، ماشي؟ نوع يشمل، نفتح قوس، الميزانية العمومية وقائمة الدخل إلى آخره، ويكون عن فترات سابقة كالشهر الماضي مثلا حاجة يعني خلصت. ونوع التخطيط المالي، تقارير تتحدث عن المستقبل. الميزانية العمومية درسوها في المالية تقديرية، قائمة للموازنة الدخل التقديرية. أوكي. وتكون عن فترات مستقبلية. لكن هنا لما حكى لنا في تعريف النظم قالنا عن فترة تاريخية، ماشي؟ عشان هيك هذا اكتب الرمز هنا. إذا تدفق الأموال بيكون ماضي، بيكون إيش؟ ماضي، لسه المستقبل لا تدفق ولا حاجة. مش عارف ليش حساكوا أنه مش متمكنين من المالية، فكل كلمة بحكيها في المالية بدي أشرحها. شو يعني أنواع تدفق الأموال؟ مين بيعرف؟ تدفق فلو داخلية وخارجية. ممتاز، داخلية إن وأوت، وخارجية. الداخلية أي أند اللي هو الإيراد، اللي هي مبيعات، يعني مبيعات بالدولار. وخارجية اللي هي إيش؟ إيش من اللي هي إيش؟ المصاريف والتكاليف. أوكي؟ هذا المقصود بالقوائم المالية وعن إيش بتحكي. طبعا مش هنقول ايش السؤال، ايش الفرق بين التكاليف والمصاريف، لانه هذا حيكون موضوعنا ان شاء الله في المحاسبه الاداريه، نعيشنا الفصل الجاي بنجاوب على حدنا، يا رب يكون زادت هالغمه. اذا نظام المعلومات المسؤول عن تقديم تقارير حول تدفق اموال المؤسسه، ماشي، الداخليه والخارجيه على قاعده تاريخيه زي ما قلنا اللي هي الماضي، يعني زي ما تو شرحنا،
هذه بنسميها إيش؟ بنسميها نظم معلومات محاسبية ومالية. إذا حنيجي هنا نسأل سؤال، اختاري الإجابة الصح. اختار الإجابة الصح. تهتم ليش تهتم نظم معلومات التسويق المالية والمحاسبة بإصدار تقارير؟ كيف التقارير اللي بيصدروها؟ ألف إدارية، باء تقييم أداء، جيم مالية، دال خلينا نلخبطكم كل ما سبق صح. أستاذ شرير جيم مالية. طب والإدارية وتقييم الأداء؟ لا رأس مالية. تقييم الأداء موارد بشرية. إذا ليس كل ما سبق. ماشي. لكن ممكن يا أخواتي هي تعد، خدي بالك. أحد، هذا مش سؤال، أحد أشكال التقارير الإدارية هي التقارير المالية. لكن هنا ما سألش عن التقارير في الاختياري بشكل عام. حدد، قال لك التقارير اللي بتصدرها نظم معلومات المالية والمحاسبية مالية. ماشي، هي ضمنها، هي من أشكال التقارير الإدارية. من أشكالها. واضح؟ واضح ولا عيد يا خوات؟ واضح. أوكي. الآن ننتقل إلى سؤال سلايد 3. مش شايفة أنا. ممكن نعمل هنا إحنا وضعي حالنا. سلام على الحركات. بطبع على الجهاز. اذكري مصادر البيانات، يعني من أين نأتي ببيانات مالية؟ نكتب السؤال. نوجه السؤال للطالبة أسماك حيل. أسماك حيل. أيوة معاك. تفضل يا أنتي. قائمة نظام المعلومات المالية. 1 نظم معالجة المعاملات. 2 المراجعة وتدقيق. 3 الاستخبارات المالية. 4 أيوة. مصادر التمويل. 5 بيانات المحفظة بيانات المحفظة. 5 الأنظمة الحكومية. 6 بيانات البيئة الخارجية. 7 الخطة الاستراتيجية. اوكي، ما سمعتش عن المحفظة المالية قبل هيك. طبعا احنا عارفين بدنا نحكي عن نظام مدخلات عمليات مخرجات، من كتر ما حكينا هالكلمة خلاص حفظناها. اوكي، هاي السؤال. ما هي مصادر بيانات نظم المعلومات المالية؟ يعني هي مدخلاتها زي ما حكت زميلتكم أسماء. معالجة المعاملات اللي هي سندات الصرف والدفع، المراجعة والتدقيق الراجع الحسابات، الاستخبارات المالية اللي هي قديش أسعار الصرف قديش أسعار الفائدة والشغلات هذه، مصادر التمويل تو شرحناها، بيانات المحفظة إذا كان عندنا أسهم. خذي بالك بيانات المحفظة المالية في حالة إنه إحنا نكون شركة مساهمة أو شارين أسهم في البورصة. أوكي، أنظمة حكومية اللي هي الضرائب، طبعا بتخش شؤون الضرائب هنا، بيانات البيئة الخارجية والخطة الاستراتيجية. إذا هذه من هي الموازنة في الخطة الاستراتيجية، بكون إيش الموازنة من هنا بجيب أنا إيش بجيب اللي هو
مصادر بيانات نظم المعلومات المالية. واضح؟ تعرف عليهم. تفضلي هنادي. هنادي. يا مان. تفضل قائلنا ما المقصود بنظم معالجة المعاملات؟ نظام معالجة المعاملات يعد هذا النظام أساساً للمجالات الوظيفية الأخرى. 2- المراجعة والتدقيق، تشمل عمليات المراجعة والتدقيق الداخلية والخارجية ومراجعة سجلات الشركة. 3- الاستخبارات المالية، هي المصدر الذي يؤمن البيانات والمعلومات الرسمية وغير الرسمية لتحديد أفضل المصادر للتمويل. شكرا. واو، قديش تطلع هذه؟ عجبتني. تفضلي الطالبة إلهام، تفضلي. إلهام إلهام ظهير. طيب ملك أبو دلال، سامعيني يا جماعة؟ سامعيني؟ سامعيني يا مس. سامعينك يا مس. طب اللي حكيت لهم يقرأوا مش موجودين؟ تفضل يا سجل أيوبي. 4- مصادر التمويل، تتضمن البيانات الخاصة بالجهات التي يمكن أن تمول الشركة وجمع البيانات والمعلومات الأخرى ذات العلاقة. 5- بيانات المحفظة، وهي البيانات المتعلقة بالمحافظ التي تمسكها الشركة وأسعار التأمين في السوق المالي. ولقى الأنظمة الحكومية مصدرا مهما من مصادر نظم المعلومات المالية، فكثيرا من الحكومات تحدد ما يجب وما يجب أن تفعله عندما تتعامل بالأموال. شكرا نادي. شكرا. تفضل يا سجل نشوان آخر 2. بيانات البيئة الخارجية، وهي بيانات المتعلقة بالاتجاهات العامة للبيئة المالية، مثل اتجاهات معدل الفائدة وحالة المدفوع، ميزان المدفوعات ومعدل الصرف. الخطة الاستراتيجية، وهي تشكل المصدر الرئيسي للتوجيهات المالية العامة للشركة، مثل معدلات الربح والاستثمار والادخار وزيادة ونقصان رأس المال. شكرا. طبعا هو معرفهم، ماشي، هو معرفهم، اوكي، بس هنحكي شويه معلومات. اول حاجه نظام معالجه المعاملات، ماشي. هذا النظام يقوم بتحويل المدخلات لمخرجات، إنه معالجة بروسيسنج عمليات، يعني أي عمليات محاسبية. عمليات إيش؟ محاسبية. 2- النوع الثاني اللي هو المراجعة والتدقيق، أوكي، بحكينا يجب، مش يفضل، يجب أن يتم مراجعة المعلومات المالية الناجمة معالجة المعاملات للتأكد من صحتها لأنها أرقام. طبعا لما نحكي عن المحاسبة نحكي عن الأرقام وتكون في السجلات المالية.
يعني بنرجع نشيك على الشغل نتأكد إنه هو شغل إيش ماله سليم. الاستخبارات المالية جمع البيانات المالية بشكل رسمي أو غير رسمي. بشكل رسمي نتقدم بطلب لنعرف شغلة معينة من البنك أو كشف حساب أو إشي. بشكل غير رسمي اللي هي علاقة الصداقة، يعني بشكل غير رسمي إيش اللي هي علاقة الصداقة لتحديد أفضل مصدر تمويل. نأخذ هنا مثال، الشركة تود التمويل عن طريق القروض من بنك. البنك الذي يقدم أفضل سعر فائدة وتسهيلات ائتمانية مناسبة هو الأفضل. هذا العمل يحتاج لنظم معلومات محاسبية ومالية. أي إجراء دراسة لخيارات البنوك. أوكي؟ هذا المقصود فيه، هذا المقصود بالاستخبارات المالية، إنه أنا أدرس وأشوف هم إيش عندهم. طب احكوا لي إنك كاتبة الكلمة غلط، والله شكلكم نايمين. سنة أولى أنشط، أنتوا شكلكم دار مسنين. طيب، رقم 4 عندنا اللي هي مصادر التمويل. تحديد المصادر سواء داخلية أو خارجية، قصيرة الأجل أو طويلة الأجل وهكذا. البند 5 اللي هي بيانات المحفظة. شو بيانات المحفظة؟ لا تضع البيض في سلة واحدة، هذه قاعدة مالية أخذتوها. شو معنى لا تضع البيض في سلة واحدة يا أبلة؟ يعني ما أحطش مصرية كلياتهم في مشروع واحد؟ أيوة، أي لا تضع رأس المال في استثمار واحد بل عدة استثمارات. سؤال ليش؟ عشان لو يخسر. من حاب اجاوب؟ عشان ايش يا قوم؟ ايوه، لانه لو حطيتهم في مشروع واحد يعني ممكن ما اربحش، يعني اخسر كل المال. ايوه، عشان هيك احنا بننوع، ما تحطيش فلوسك في مكان واحد، لا نوعيها لحتى لو صار مشاريع ثانيه. ايوه، حاجه تحمي حاجه، يعني بنربح في مشاريع وبنخسر في مشاريع هيك. يعني زي مثلا واحده حاطه الفلوس الفكه في المحفظه والفلوس الماسك في الهويه، بتقول لو ضاعت المحفظه بتاعتي ولا حاجه أدبر نفسي، يكون معي مصاري. لا تضع، يعني لو حطاهم كلهم في المحفظه وانسرقت المحفظه لا سمح الله ايش حتسوي؟ نفس الفكره في موضوع الاموال والايش والاستثمارات. طبعا الانظمه الحكوميه اللي هي الضرائب، زي ما حكينا بهمنا الضرائب والرسوم والجمارك لو بدي استورد وهكذا الى اخره. ماشي. رقم 7 اللي هي الحكومية، حكيناها يا أنت. البيئة الخارجية زي ما تو شرحنا عنها اللي هي مثلا البنوك ومؤسسات الاقراض، ايش اخبارهم هذول. ماشي. 8 اخر واحدة اللي هي الخطة الاستراتيجية. خلي بالك الخطة الاستراتيجية من البيانات التي تأتي من داخل الشركة، احنا بنعملها، ومن مكونات الخطة الموازنة التقديرية. وطبعا هذه تعتبر أحد مصادر إيش؟ البيانات. أحد مصادر البيانات.
لأن هذا شرح مبسط بالإضافة لشرح السلايد عن مصادر الحصول على المدخلات، بس بدي أرجع أوضح حاجة هنا. هو من أين يأتي؟ ماشي، نظم المعلومات من مدخلاتها، نكتب شغلة. نظام المعلومات المالية والمحاسبية، نفتح قوس، مدخلات، عمليات، مخرجات، تغذية، راجعة. ماشي، حكينا يا اخوات عن المدخلات تبعت النظام، تعرفنا عليها. طبعا الناس بحبوش يحطوا همزات. الآن نروح على سلايد هنا، سلايد ثلاثة، وأكثر من واحد يجوز، زائد أربعة زائد خمسة زائد ستة زائد صح. لعند خمسة يا مس. خمسة؟ أوكي. لا يا أبلة، لحظة شوية. الرسمة واحد اثنين ثلاثة أربعة ستة يا أبلة، ستة. مزبوط، خلاص. مش مشكلة، عادي، مش مشكلة. شكرا على المشاركة. نروح على سلايد سبعة. اذكري مخرجات نظم معلومات المالية والمحاسبية، اللي هو سلايد سبعة. ناخذ بصة شو مع بعض هنا، بس تكبر الشاشة ريح، صح انا عجبني الصوت. احنا هناخدهم كذكر لان المفروض نشرحه في الاداره الماليه بالتفصيل، لانه هذه فصول، هذه شبات المساقات. تفضلي يا أبلة. دنيا النعسان، دنيا. واحد، التنبؤ المالي. اثنين، الفوركاستنج. ثلاثة، التدقيق المالي. الكنترول او التدقيق المالي. شكرا يا أندي. اذا المخرجات اللي هي التنبؤ المالي، اداره التمويل، والتدقيق المالي. شكرا يا أندي. ريما الشيخ، سمعاني؟ ريما الشيخ؟ ريما الشيخ، نكتب سؤال. جاوبنا سلايد 8. اذكري داود نظم معلومات التسويق، يا هذه التسويق السنة، المالية والمحاسبية في دعم المستويات الإدارية، اللي هي إيش؟ عليا ووسطى ودنيا، عليا ووسطى ودنيا. نخلي الطالبة سجى الأيوبي تقرأ لنا، وبعدين بنقفل القاعة وبنرجع تاني لأن الوقت خلص تبع الجزء الأول. تفضلي قبل سجى، يلا. تعمل نظم المعلومات المالية والمحاسبية على المستوى التشغيلي على الإشراف على التدفق النقدي في الشركة، وذلك من خلال التبادلات المختلفة من مدفوعات ومقبوضات. وعلى المستوى الإداري، فإنها تساعد المدراء على الإشراف والتحكم في الموارد المالية للشركة. أما المستوى المعرفي، فإنها تدعم المالية والمحاسبية بتزويدها بأدوات تحليلية للوصول إلى المزيج الصحيح للاستثمار لتنظيم تعظيم. لحظة عشان الخط ما محي عندي. لتنظيم العائد. تعظيم. تعظيم العائد. كما تؤسس على تعظيم، عشان أنا الخط ما محي عندي. ما أخذ بالي أنا نفس الشيء. كما تؤسس على المستوى الاستراتيجي غايات استثمارية
طويلة الأجل وتزود بتنبؤات طويلة الأجل للمدى المالي. أوكي. نسأل سؤال ونجاوبه بعد ما أطلع من القاعة وأرجع إن شاء الله. ما الفرق بين تحقيق الربح اللي هو العائد يا أنتي نفسه الريتين هو البروفيت وتعظيم الربح؟ ماشي الطالب اللي حتجاوب على السؤال حتاخد بونص. هطلع وارجع إن شاء الله.